السلام عليكم. اليوم وجدت معكم واحدة الوصفة بزاف بنينة، على بالي باللي غادي كي تجربوها راح تعتمدوا عليها من اليوم ورايح. حطيت فيها واحد المكونات راح تزيدها بنة على بنة، أرز بسمتي بالجاج، وغادي نعطيكم حتى الماركة تاعها. فبقاو معايا شاهدوا الفيديو، لايك واشتراك وبارتاج. حاجة الأولى نجيبوا الجاج، أي جاج يكون عندك، صدر ولا فخد ولا، المهم غسله مليح كما أنا موفان غسله بالماء والملح وشوية تفارينة والخل. بعد ما نغسله نديره في الماء يكون ساخن. درت في هذا الماء شوية تاع بصل، شوية تاع هيل، وحدة تاع قرنفل، ونجمة الأرض وحدة، وزوج ورق تاع الرند، وعود قرفة، ملعقة صغيرة خل، وزيدي حبيبة تاع فلفل أسود ماشي مطحون إذا كان عندك. درتهم على نار متوسطه يطيبوا وروحوا للارز. هنا ديت كاس تاع روز، وغادي نعطيكم العبر تاع الماء شحال ديروا فيه. قبل ما نطيبوه نغسلوه مليح، لازم نقلو هذيك الماده تاع النشاء اللي فيه. يعني كي تبداي تغسلي فيه بهذه الطريقه تخرج منه واحد الماده بيضاء. بداي تصفي هذاك الماء وعاودي شليه مليح حتى تشوفي هذاك الماء ولا صافي وما فيش هذيك الماده البيضاء اللي هي النشاء. هنا بعد ما غسلته مليح كما راكي تشوفي الماء راه صافي ما راش فيه الماده البيضاء تاع النشاء، نصفيه من هذاك الماء ونعاود نبدل له ماء واحد اخر، لكن ما نعمرش الماء بزاف، نخليه فوق الروز بشويه، نخليه جانبا لمده نصف ساعه. يعني هذا الروز غادي ينقع لمده نصف ساعه، نحطه جانبا. نعاود نولي لكم، ما تنساونيش باللايك، ربي يحفظكم. في هذا الاثناء غادي نوجد شويه تاع زروديه اي جزر، نقطعهم الى قطع صغيره، وشويه تاع جلبان اي بازلاء. نشلل هذه البازلاء، نعاود نولي لكم. هنا بعد ما شللتها غادي نحطها مع الجاج هي والجزر باش يطيبوا، حوالي ربع ساعه يكونوا طيبين. بعد مرور نصف ساعه نجيبوا المرميطة أي طنجرة، نحطوها على النار، نزيدوا ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن، نجيب نصف كاس من الشوربة فيرميسيل، شوفي شحال درت، حوالي نصف كاس، نحطها مع الزبدة ونبدأ نحرك حتى تتحمص تدي اللون الذهبي، وحرزي تحركيها، نقصي للنار وبديت تحركي وقابليها لخاطر غير تغفلي عليها غادي تنحرق لك، راني قلت لك تتحصلي على هذا اللون الذهبي. هنا صاي تحبسي، تزيدي تنقصي للنار، وروحوا نجيبوا الروز نصفوه ونزيده على هذيك الفيرميسيل، يعني الشوربه فيرميسيل. نزيد الجلبان والزروديه اي الجزر، نحرك المكونات، نحركوا شويه، من بعد نزيدوا مرق الدجاج. هنا غادي نزيدوا زوج كيسان، درنا كاس روز في زوج كيسان تاع ماء او مرق الدجاج، يكون ساخن ما يكونش بارد. هنا غادي نزيدوا زوج كيسان كما قلت لكم تاع مرق الدجاج، اذا طيبتي الجاج وهذا كل ما نقص لك ما جاكش زوج كيسان معليش زيدي من الماء تاع الحنفيه ولا الماء اللي تشربي منه. وهنا زدت نصف كاس العبر اللي درت به الفيرميسيل درته ماء، صاي فهمتيني، اذا ما درتيش شوربه فيرميسيل مع الروز مش قاش تزيدي هذاك النصف اخر تاع الماء، لانه نديرو حساب اللي شوربه فيرميسيل تانيك تشرب الماء. هنا نزيدو التوابل اللي هما كركم، فلفل اسود، شويه تاع ملح قليل فقط لانه ديجا راه الماء درنا له الملح تاع الدجاج. في
في هذه المرحله شوفي للساعه قبل ما تبليها، شوفي للساعه راه بدا يغلي هذا الماء، نقصي له كاع، نقصي له حده صايم. شوفي للساعه حسبي له 9 دقائق حتى ل 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق بلا ما تحلي عليها، بلا ما تحلي عليه، حطيه جانبا لمده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، طفي عليه وخليه. وهنا بعد ما وجدت معايا الوصفه، شوف والله يبارك الروزجه ريحتها تهبل مع هاد المكونات اللي حطيتهم في الدجاج وطابو، زادوا للروز بنه على بنه، وجا شغل مشمخ شويه ماشي ناشف، وجا خفيف كما راكم تشوفوا ماشي معجن. نحط لكم في الطبسي وتشوفوا باللي المرميطه ما لصقتليش، ما تعجنش الروز ابدا. نحط كميه في الطبسي، المكونات اللي حطيتها في الدجاج زادتها بنه على بنه، فننصحكم ديروا هذوك المكونات اللي قلت لكم عليهم. شوفوا نسقم الطبسي بهذه الطريقه، وهذاك الدجاج قليته مع شويه تاع زيت في مقله باش يتحمر شويه، ونحطه فوقه. وللتزيين حطيت شويه تاع كاوكاو ايفيلي بعد ما قليته شويه يعني حمصته، هكا حطيته من فوق الروز، يعطيك واحد البنه ثانيك كي تبداي تاكلي فيه. تبغي ديري لوز ايفيلي ولا كوكاو ايفيلي، انا اللي كان عندي حاضر درته. فنقول لكم بصحتكم الوصفه لانه بزاف بنينه، ننصحكم باش تجربوها. اكتبوا لي في التعليقات اي سؤال اي استفسار نجاوب عليه ان شاء الله، وكذلك جربوها وارسلوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام شافوخه. فمرحبا بكم كامل، شوفوا ما شاء الله عليه. ما تنساونيش غير باللايك، الاشتراك في القناة، بارتاجوا هذه الوصفة باش تعمل الفائدة على الجميع. واللي صايمين هاد الايامات نتمنى صيامكم مقبول. والماركة اللي خدمت بها الروز سموها أروز الوسام، هذه هي. تهلاو في روحكم، سلام.